بسم الله الجميل الذي يحب الجمال، خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب لمخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، بنحاول فيها أن يوسر تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ. النهاردة الحلم رقم 231 من كتاب الأحلام الأخيرة يبدأ هكذا: رأيتني أشاهد إبراهيم باشا وهو يغادر تمثاله وينتقل من مقهى إلى مقهى متحديا أبطال الطاولة ويغلبهم واحدا في إثر واحد. وعند الفجر ذهب إلى مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وصلى، ثم رجع إلى قاعدته قاعدة التمثال، فشعرت بفخر كبير وحزن عميق. الله، جميل، جمال رائع. إبراهيم باشا تمثاله في ميدان الأوبرا فوق الحصان، إبراهيم باشا الابن الأكبر لمحمد علي بني مصر الحديث، هذا القائد العسكري المهيب صاحب الانتصارات العسكرية الكبرى في الجزيرة العربية والسودان واليونان والشام وفوق أراضي الدولة العثمانية ذاتها، هذا القائد المغوار الذي عين حاكما لمصر حين مرض والده محمد علي، بيعمل ايه بقى دلوقتي؟ العبقرية العسكرية دي بتعمل ايه دلوقتي؟ بيحقق انتصارات مهولة في ايه حضرتك؟ في الطاولة. بيحقق انتصارات مهولة على كل ابطال الطاولة. ده واقعنا اللي بيقوله لنا العظيم نجيب محفوظ. بنعمل انتصارات في ايه؟ في الطاولة حضرتك، في الطاولة. لان احنا دلوقتي في ظروفنا دي، خد بالك الكلام ده مكتوب من اكتر من ربع قرن، في ظروفنا دي لو عملنا انتصارات هتبقى في اللعب. هتبقى فين؟ في اللعب. وبالتالي هو شعر ايه؟ شعر بفخر عظيم، انتصر، لكن ايه؟ حزن عميق، حزن عميق، لانه دي حالتنا، ده حالنا. يا ربي ما نعملش انتصارات في الفتوحات العلميه، في تقدم، في حقوق انسان، في حريات، في ديمقراطيه، في التعليم، نعمل ثوره في التعليم، نعمل حاجه حقيقيه، نعمل اختراع، نعمل تطور حضاري. لا، نعمل انتصارات بس في اللعب. دي رؤية نجيب محفوظ الصاقبة، وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله، والله أعلم.